إبراهيم سعد السيد مقتنع تماماً إن مشروعهم خدمة لأهالي القرى في أبو المطامير وغيرها، وعشان كده ساب تصنيع أفران الغاز وتفرغ تماماً لمركز الألبان. تعالوا نقابله. إبراهيم سعد السامي، حضرتك كنت شغال في تصميم وتصنيع الأفران الغاز، صح كده؟ أنا وكنا ناجحين جداً، ولكن اقتنعت بالفكر بتاع إنشاء مركز تجميع الألبان وسبت الصناعة دي واتجهت لمركز تجميع الألبان. فعلاً أشرفت بالكامل على تجهيز المركز ده، مركز النور، لأن أنت أحد الشركاء الثلاثة. جهزناه إزاي؟ كنت مركز إزاي في إيه؟ اتعلمنا إزاي تشغيل المعدات دي كلها؟ هنا المعدات مش سهلة. وفعلاً لما جه الإنتاج الحربي وفعلاً لما جه يركب الكلام ده أنا كنت متابع معاه في كل شيء. وطبعاً لما خلصوا التركيب وكل شيء بقيت يعني أشاورهم ويعرفوني دي ميزته إيه ويشتغل إزاي وبيعمل إيه ودي فايدته إيه. بقيت أتابع منهم الانتاج الحربي. خلال قد ايه كنت انت اللي مسيطر تماما على تشغيل كل المعدات هنا؟ الحمد لله ده هو يعني خلال اليوم بالظبط او يومين كنت شغل الاجهزه كلها. هو دوره التشغيل هنا ماشيه ازاي يوميا؟ احكي لي كده من اول الصبح من ساعه ما بنصحى كده ونفتح الابواب بتاعتنا ونرش ميه بنعمل ايه؟ اول ما بنيجي الصبح بنتمم على المعدات كلها الاول، وبعد كده نستلم اللبن. نستلم من الساعه كام بقى الصبح؟ يعني الساعه 8:30 8 بالظبط. 8:30 استلام. ننزلوه في التنوكة والكلام ده، والناس طبعا بنشتغل مبادر والكلام ده، ياخد التصادم بتاعه وننزلوه في المبادر ياخد الحراره بتاعته. وطبعا كم ساعه لازم اللبن يستقر في المبادر؟ هو ما بيغيبش في التنوكة، بس احنا بنفضله اللي احنا بنحمله على الساعه 3:30 4 5.